وهل من الواجب أم من السنة أن نقص شعر المولود في اليوم السابع من ولادته، وأن نتصدق بالفضة والذهب بما يساوي وزن الشعر الذي تم تقصيره أو حلقه؟ يسن ولا يجب حلق رأس المولود، ويسن التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، استوي في ذلك الذكر والأنثى، وذلك لحديث رواه البيهقي أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين فتصدقت بوزنه فضة كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار هذا. وأما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التي يطلق عليها اسم العقيقة فباطل، لأن الدم أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أميطوا الأذى، وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداد الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه، ثم يغسل بعد ذلك ويحلق. وجاء في بعض روايات الحديث ويدمى، وقد طعن المحققون في هذا الحديث من جهة الإسناد أو من جهة التصحيح يسمى إلى يدمى، ومن أراد المزيد على ذلك ففي الكتب الأخرى، والله أعلم.